أنا بشوف إنه لا مش بقوة أوقات كتيرة. محمد محي ينتقد الكينج منير ويفجر مفاجأة بخصوص شيرين عبد الوهاب وبهاء سلطان. محمد محي انتقد الكينج محمد منير بكل جرأة وقال عليه إنه ما بقاش زي الأول ولا صوته بنفس الرقة والحلاوة، مع إنه أكد حبه لمحمد منير وإنه متربي على أغانيه من زمان، بس زي ما بيقولوا الزمن ملوش أمان وكل حاجة بتتغير بين يوم وليلة. محمد محي انتقد الكينج من غير ما يقول أي كلام جارح أو يعيب فيه، وحط كلامه تحت مظلة حرية التعبير عن الرأي، وعلشان يأكد أنه بيحب محمد منير ومستحيل حاجة تغير ده، قال أنه بيجهز لمشروع معاه قريب وهينزل بعد ما يخلص سيزن رمضان، وسبب تعطيل المشروع ده هو انشغال محمد منير في إعلانات رمضان. تصريحات محمد محي الجريئة دي كانت خلال حلقته في برنامج حبر سري مع الإعلامية أسماء إبراهيم، واللي قال فيها أسرار كتير عن حياته الشخصية والعملية، ومنها إنه كان شاهد على مشاكل المنتج نصر محروس مع بهاء سلطان وشيرين عبد الوهاب من البداية. وقت المشاكل دي انقسمت الناس لفريقين، منهم فريق اللي دعم المنتج وغيرهم دعموا المطرب، لكن محمد محي كان ليه رأي تاني. قال إن الموقف من الأول كان سهل وما كانش يستحق المشاكل تكبر بالحجم ده، والسبب في تضخيم المشكلة هو المنتج نصر محروس نفسه، لأنه كان ممكن من الأول يحتوي المشكلة ويحجمها، أو زي ما بيقولوا كان ممكن يلم الموضوع بصنعة لطافة. محي تعاطف مع بهاء سلطان جدا في الفترة دي، لأنه غاب فترة عن الساحة والناس وحشها بهاء سلطان، وغياب بهاء خلى محي يفتكر اللي حصل له وإنه كمان اختفى شوية عن الساحة. ومن تصريحات محي الجريئة لما قال إنه بيحب أغاني غاب وما عندوش مشكلة ينتج لمسلم، وقال إنه ويجز عامل زي راس الحربة واللون بتاعه مميز ومختلف ويعتبر مفيش مغني راب بنفس قوته. وطبعا ما انكرش إنه بيحب مروان بابلو والجوكر اللي بيحضر أغنية جديدة معاه هتنزل السوق قريب جدا. محمد محي اتكلم كمان عن مشاركته في برنامج رامز جلال، وقال إنه طلب من رامز جلال يحذف الحلقة بتاعته علشان حس إنها مهينة ليه، بس قال تصريح غريب جدا وهو إنه اتضايق من الحلقة لأن رد الفعل كان عنيف، بس بالرغم من كده الأطفال حبت الحلقة جدا واتبسطت بظهوره على الشاشة، وأكد إن لو رامز طلبه تاني مش هيروح له مهما حصل. تفتكر إيه أغرب تصريح قاله محمد محي؟ أنا بشوف إنه لا مش بقوة أوقات كتيرة.